فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. بعضهم يقول ما دام الإنسان يصلي ويصوم ويقول لا إله إلا الله فلا يضره التوسل بالأولياء والصالحين وما أشبه ذلك، يقولون هذا جاهل ويعذر بالجهل وما أشبه ذلك من الكلام الباطل. الشرك لا يتساهل فيه أبدا. نقول وإن قال لا إله إلا الله وإن صلى وإن صام إذا دعا غير الله فإنه نقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها نواقض، مو بس يقولها وخلاص، لها نواقض تنقضها من الشرك والبدع والمحدثات، يتجنب نواقض لا إله إلا الله. والصلاة تبطل لو صلى الليل والنهار إذا دعا غير الله ولجأ إلى غير الله بطلت صلاته. فليس مجرد الصلاة ضمان، وقول لا إله إلا الله ليس ضمان، حتى يلتزم بمقتضى ذلك ويثبت عليه. أما بلسانه وببدنه وهو لا يتجنب ما يضاد التوحيد فإنه لا عبرة بكلامه ولا عبرة بصلاته ولا بعبادته. نعم.